باكورة نجاحات وإنجازات كللها رجل الأعمال البريطاني من جذور عراقية نظمي أوتشي بالحصول على وسام سير، أحد أرفع الأوسمة في الترتيب الوطني بالمملكة المتحدة، تقديراً للأعمال الخيرية التي يقوم بها ولمساهمته في تعزيز الحوار بين الأديان في إطار عضويته بالجمعية الخيرية ومجلس الأديان في محفل سان جورج المقدس. للاحتفال بهذا الوسام نظمت مجموعة فنادق ومنتجعات لرويال بيروت مساء الخميس عشاء تكريمياً للسير نظمي أوتشي وسط حضور مجموعة أصدقاء وشخصيات سياسية واجتماعية لبنانية. صاحبت الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وأعطائي لقب سير حسب معلوماتي. حسب معلوماتي انه انا الشخص الثاني من العرب اللي عايشين اللي يحملون هذا اللقب. وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق كان في مقدمة الأصدقاء الذين عبروا عن فخرهم بإنجازات السير أوتشي. العود في أرضه نوع من الحطب، هذا العود اكتشفه العالم. هذا العود ليس فقط في اللور رويال ولكن في كل الأعمال التي أنجزت حقق فيها نجاحات وبصمات تشهد له هو شخصيا، لأنه كان مثابرا ومجدا ومخلصا في طريقة عمله. أنا شخصيا كما أنتم جميعا أعتز بصداقة وأخوة سير نظمي. سعادة السير رودني ويليامز الحاكم العام لأنتيغا وبربودا وممثلا جلالة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية كان قلد رئيس مجموعة جنرال ميديترينيان هولدينغ نظمي أوتشي وسام القائد الفارس للأعمال الخيرية خلال حفل كبير أقيم في 2 نوفمبر تشرين الثاني الحالي في المقر الرسمي للحاكم العام لأنتيغا وبربودا في سانت جونز وسط حضور شخصيات بارزة يتقدمها رئيس الوزراء ووزير الخارجية. يشار إلى أن السير نظمي أوتشي سبق وأن نال أوسمة وألقابا عديدة منها وثيقة حرية المرور في لندن أرفع تكريم في العاصمة البريطانية العام 2013 لدور المنظمة الإنجليزية العربية التي يرأسها السير في عمليات التقارب والتفاهم ومد الجسور بين بريطانيا والعالم العربي. كذلك نال السير أوتشي جائزة أكبر محركي الاقتصادات الإسلامية في المؤتمر والمعرض الإسلامي العالمي للأعمال في إندونيسيا العام 2012. هذا وقلد الباب السابق بنديكتوس السادس عشر السير أوتشي أيضا العام 2009 قلادة الصليب المقدس على وسام يمنحه الفاتيكان لغير الأعضاء في المجلس الكنسي.